متابعة عالم صباح مشاهدينا، هلأ بأنه رحب بضيوفنا، بدي رحب بريم وبدي رحب بإلي، وبدنا نحكي شوي ياباني. مزبوط. اوتاكو كون، صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. بدنا نحكي عن الايفنت يلي هو الاوتاكو كون يلي راح بيصير قريبا. بدنا نعرف شو هو هالايفنت وكيف بيصير التحضير له وليش اسمه هيك. اوكي، نحن اول شيء الجروب تبعنا اسمه لبنيس اوتاكو، هو بلش بال 2012 من قبل وسام كلينك وطارق قبيتر. بلش بعدد كتير صغير وكنا نبلش نعمل ميتينجز نحكي عن الانمي، الانمي اللي هي الجابانيز انيميشن. بلشنا شوي شوي نتطور ويكبر الكروب لحتى وصلنا هلا لاكثر من 2000 شخص. هلا من 4 سنين بلشنا نعمل ماتسوري، ماتسوري بالجابانيز معناتها فيستيفال. بلشنا نعمل فيستيفال، بلشنا بالحمرة، بلشنا بالقلبة، وهيدي السنه حتكون رابع مره بنعمل ماتسوري على نطاق كبير. حيكون نهار الاحد بكاد على نهر بيروت. حيتضمن تالنت شوز خاصه بالبوب، جابانيز بوب كلتشر. جابانيز بوب كلتشر عم نحكي جيمنج، عم نحكي سيريز، عم نحكي ارتس، عم نحكي كوسبلاي. كوسبلاي يعني بس الممبرز يلبسوا مثل جابانيز كاركترز، بيلبسوا اكزاكتلي مثلهم، حتى في ويبنز يعني هي فيها فن اذا بدك، وبيتصرفوا مثلهم كمان. مزبوط. وحيقدوا يعني مثل اكت صغيره ليعرفوا عن الكاركتر تبعهم. حيكون في عنا ضيف شرف استاذ سامي كلارك، الفنان يلي قدم المقدمه الغنيه تبع جراندايزر جزيره الكنز. أوكي. وحيكون كمان عنا الدوتا وينر، هيز ا برو جيمر، مارون مهرج. هلا بخبرنا الي اكثر عن قبل ما نوصل لكل هدول التفاصيل. ماشي، بدي ارجع شوي انا لورا، بدي اعرف انتم هول ال 2000 شخص مين يعني. في باك جراوند معين بيشبعكم؟ في شيء يعني شو كيف حتى تجمعتوا؟ شو الهدف من الموضوع؟ نحن الجروب لبنيز اوتاكو هو بيتضمن كل اللبنيز يلي بتحب الجابانيز انيميشن والجيمينج. بيسكلي يعني نحن كلنا عنا هيدا الاهتمام، وكل شوي بنعمل ميتينجز منشان اكيد نرجع نشوف شو في اب تو ديت. فنحن هيدا الكوميونتي مهتم بالجابانيز بوب كلتشر وبالانمي خاصه والمانجا يلي هي الجابانيز كوميكس اذا بدك. وهيدي السنه مثل ما قلنا عاملين ايفنت، يعني الاهتمام مختلف، يعني بيقدر واحد يهتم بس ليقرا ويحضر وهيك، وبيقدر يكون اهتمامه انه يحط ويرسم، يعني مزبوط. الاهتمامات مزبوط. مختلفه بس كلها تحت نطاق واحد. اكيد اكيد تحت نطاق واحد، بس عم شوف مزبوط. يعني في بس بتقعدوا بتحضروا سوا لا او في اشياء عم بتصير على الارض اكثر. عظيم. فاذا هال 2000 شخص عم تتجمعوا وعم تعملوا هدول الايفنتس يلي اعطينا ديتاي اكثر، شو رح بيصير بهالنهار؟ الايفنت رح يكون ببيروت، بكاد على نهر بيروت. اوكي. رح يكون عندنا ورك شوبس، اوكي، رح يكون في ناس عم ترسم مانجا، مانجا اللي هو جابانيز كوميكس. وبذات الوقت رح يعلموا الناس كيف يرسموا، ورح يكون في معنا سام اف اكس اللي هن بيعملوا سبيشال افكتس للتيفيز للموفيز، كمان رح يكونوا موجودين معنا عم بيعطوا تيبس للعالم كيف يشتغلوا على الميك اب تبعهم ليطلع مور رياليستيك. عم نشوف شوية صور بس إذا بتفسروا لنا شو هن بيكون. ريم شو هي؟ هولي هولي. يلا يا ريم. هلا جروب عامل جولري انسبايرد فروم ذا جابانيز اوريغامي. اوكي. اوريغامي يلي هو البيبر فولدينج ان جابانيز، فطوروا الفكره وعملوها جولري. وهودي كل واحد عم بيكون عنده بوث بالايفنت منشان يقدر يعرض اغراضه. فهون عم تشوفي الكرافتس او اذا بدك الارتس بالشغل. اوكي. عنا شوية صور إذا في مرة قوم بسرعة بس نعرف شو هون. كانت الإيفنت بالقلبة، هولي الكوسبلاي يلي مثل ما بتلبسي جابانيز كاركترز، عندك مثلا بناروتو، عندك الفايكنجز، عندك اوكي برنسيس يونا. مزبوط. هون كمان نفس الإيفنت، هيدي هي. بحب أقول نحن عادة كل سنة بنشتغل يا مع مجموعات يا مع أفراد تنعمل هيدا الإيفنتس. هيدي السنة رح تكون منا وفينا، يعني نحن عاملينها للناس يعني للممبرز اللي معنا، واكيد للناس اللي بيحبوا يجوا من برا. هذا الفرق. بعدنا هون عم بيكون عندنا اكتيفيتيز جابانيز جيمز، هون الارتست بوث، وكمان حيكون في ورك شوب عندنا هيدي السنه للارتست. وحيجي
كمان سبلاش اللي هن عم يكتبوا هلا جابانيز مانجا ماجازين، حيكون في اكثر من ارتست حيحط على المانجا تبعه. هون حيكون عندنا حضور ياباني، حيكون في كمان اكل ياباني حنحضره. انتم بتعملوها بتعاون مع السفاره اليابانيه، مع المركز الثقافي، مع او في سنين عملناها مع بتعاون مع السفاره، وعطا كمان نشتغل مع سيكو سينسي قطع صوته من شوي. هلا عطا نحن صار عندنا الكونتاكتس تبعنا صراحه، يعني اللي هن بيتعاملوا معهم صرنا نحن نتعامل معهم. فمش هيك عم لك هالسنه نحن منا وفينا عم نشتغل على حالهم. شو جايبين كثير محمسين هدول الفيجورينز؟ هو صراحه لريم واحد لإلك واحد لإلي. هدول الكاركترز عادة بالثقافة اليابانية كثير متطورة، يعني عندك موفيز، عندك الرسم، وعندك كمان الفيجورينز. في ناس بتحب تجمع فيجورينز اللي هن شخصيات اللي بتمثل الشخصيات بهذا الانمي او المانجا. اوكي وجبنا لكم في اكزامبل عن المانجا. في نفس الكاركتر كاكاشي هو زاد، يعني هذا الشخصيه هو زاد بهذا المانجا. مثل ما بقول يعني في يكون مانجا، في يكون انمي متحرك، وفي يكون شخصيه هيك. المانجا اللي هو الكوميك بوك الياباني بينقرا من اليمين للشمال، مش مثل مثل الانجليزي. وفي عندنا مانجاز بينزلوا مره بالجمعه، وفي مانجاز بينزلوا مره بالشهر. ففي ناس هالقد ديديكيتد بينطروا شهر تيقروا من شهر لشهر ليقروا هيدي المانجا. طيب انا اللي بدي اقوله هلا الناس يلي ممكن تتوجه لهذا الايفنت، كيف التواصل معكم؟ بيقدروا اذا يتسجلوا من قبل بوقت؟ نحن حاليا عنا تيكتنج مع ليبريا انطوان، وجه لهم الشكر. فيو نشتروا تيكتس اونلاين عبر الويب سايت تبع ليبريا انطوان، وفي اون دور تيكتس كمان. وحيكونوا موجودين معنا ليبريري انطوان بالايفنت منشان ياردو، لان هن ببيعوا كمان هدول جابانيز كوميكس او المانجا. حيكونوا موجودين معنا، وكمان بدنا نوجه تحيه لاستاذ سامي كلارك، هو كمان يعني حيكون في انتر اكشن مع الاودينس، حنساله اللي حيكون الهوست كمان، حيفسر لنا اكثر كيف بلشت مسيرته، انه قدر غنى تبع جراندايزر الاوبن تبعه، وكمان تبع جزيره الكنز، وحيخبرنا كمان عن اعماله هلا الجديده ريسنتلي. اذا كنتوا تعرفوا اعماله الجديده بليز تعوا على الايفنت، ما رح نحكي عنها هون. اوكي. رح بيكون في سربريزات لكان بهالاطار هيدا. غير هيدا النهار انا بدي اعرف، يعني انتم 2000 شخص بتجتمعوا، كيف بيكون نشاطاتكم على مدار السنه؟ نحن على مدار السنه عندنا تجمعات صغيره، بنلتقي عادة بكافي شوب، صرنا كثير تالا درجة بنحجز الكافي شوب كلها. نتبادل انمي، بنقعد نحكي، يمكن ما نعمل شيء، يمكن بس نشرب قهوة. اوقات بنعمل كاريوكيز، اوقات في سنة في كذا مرة عملنا دروينج ليسنز، جيم ديفلوبمنت ليسنز. فعطول يعني ما عندنا شيء ثابت، بس هذا الايفنت نحن بنعمله كل سنة ومركز عليه بالصيفية، هو كمكافأة لنا وللممبرز الموجودين معنا. يعني 2000 مش هينين كتار حتى تكونوا بهال كلب. هو يعني فينا هو الكوميونتي 2000 شخص، وهي السنه متوقعين يجي حوالي 500 شخص على الايفنت، لانه حيكون عامل لك على نطاق واسع، وحيكون في عنا كمان مثلا مثل ما عم نشوف كنا من شوي بالصور كان في ايكيدو مارشال ارتس، وبما انه جابانيز هالسنه حنتعامل مع نغير نعمل كاراتيه. حكينا مع الكاراتيه ناشونال تيم هاي السنة، عم جرب نعمل اشياء جديدة، بس كمان يعني تقريبا نفس الفكرة بس على شيء اوسع، ومتوقعين حضور كمان. الحضور تقريبا 500 شخص عم بتقولوا، بيستوعب المكان اللي انتم بيستوعب اوكي بيستوعب. فاذا من الساعة من اي ساعة لاي ساعة؟ اعطينا شوي هيك بريف كثير سريع كيف بيكون النهار؟ رح نكون تحت من الساعة 11 للساعة 9. خلال النهار رح يكون في كومبيتيشنز ماشيين، جيمنج كومبيتيشنز، دروينج كومبيتيشنز، وأون ستيج رح يكون في عنا تالنت شوز للي تسجلوا، عنا كوسبلايز يعني ناس المتنكرين وبيأدوا أداء الشخص اللي متنكرينه، ورح يكون في عنا حضور مثل ما قلنا لمسيو سامي كلارك ولمارون مرهج، وعنا ميوزك بيرفورمانس، عنا تو ميوزك بيرفورمانسز. اوكي. ميوزك بيرفورمانس عن تراديشنال جابانيز ميوزك، وعن الاوبننجز لانمي سونجز يعني حتكون ان جابانيز كمان. يعطيكم ألف عافية. كبل لي هالكتاب تشوف بس شوي لحتى نشوفه بس.
هيدا ان فرنش رح تكون، ما رح تكون بال عم تتخيلنا يعني عم نقرا هيدا الشيء. ليه؟ ايه ايه واي نوت واي نوت واي نوت. بدي اقوله عن المانجا انه بيتقسم. انا ليش لا؟ في للكبار، في للصغار، في هورر، في ساي فاي. مظبوط، يعني منه مثل الكرتون بس مش توم انجيري هو. ايه موجه لكل الاعمار. اسود وابيض. اكيد بوفره. يعطيكم الف عافيه، ميرسي لك ايلي وكمان ريم، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، خليكم معنا فورا رح ننتقل لعند ساره مره من جديد مع ورشه ملح. ورجعنا. دجاج قبل ما ننهي وقت انهينا اخر فقره كنا حطيناهم، كنا بدنا نحطهم على النار، انا بغيابكم انتم عم تتابعوا غير فقرات، حطيتهم على النار، سويتهم وريحتهم شوي، هلا لا الوقت مش كثير سامح لي ريحهم اكثر، فراح قصهم اوكي لحتى نحطهم بالسلد. يا رب هن مفروض نغطيهم ب ورق ألومنيوم. لكن مثل ما قلت لكم اول شيء بنعلي النار شوي عليهم لحتى ياخذوا لون من برا. شوي بعضهم سخنين اوكي، حاتعمل معهم عرواق لحتى ما يفرطوا كتير. وهن اصلا لانه سلاد يعني فيهم، فينا ما ناكلهم سخنين يعني فينا نكون محضرين قبل بوقت، نقصهم شوي روم تمبريتشر ونرجع بعدين نحطهم بالسلاد وبيتاكلوا عادي يعني. اوكي انا عم استعمل هون الخس الرومين، يعني مثل الخس الكبير يلي عاده بناكله بس بيجي على اصغر، قصيت كل خسه، هي الخسه بتجي صغيره، قصيت كل خسه لاربع بارتيات. رح عم بحط بالسلاد افوكا، عم نستعمل افوكا الانجريدينت على بيقطعوا على الشاشه. اوكي جربوا تنقوا الافوكا تبعيتكم مستويه بس مش خارج يعني مش لا ديب او شيء، مستويه بس متماسكه. واكيد حطيت لها شويه حامض. Voilà. عم بستعمل كمان بصل، بصل احمر، انا بحب البصل الاحمر بالسلاد، هذا البصل الهندي بسموه. اوكي رح اجرب حط الدجاجات حتى لو سخنين معلش قبل ما احط غير ingredients. يعني هيدي سلاد خارج عشا وهيك بتشبع، بس اكيد احنا رح نعمل مع اليوم الكروستينيز يلي هن الخبز المحمص مع ثلاث توبينجز مختلفين. اوكي هول الدجاجات بضل عندي
البندورة. فيكم تستعملوا بندورة تومات سوريز العادة. أنا استعملت البندورة بتجي أكبر من التومات سوريز، لونها أحمر وموشحة هيك بالأخضر، طعمتها على حامض كتير طيبة، لونها وطعمتها كتير حلوين. أوكي رح حط بدل عندي الذرة يلي كمان فيكن تجيبوا فروزن متلج بتسلقوه بمي سخنة شوي، ترجعوا تحطوه بمي مسقعة وبتصفوا، وفيكن تستعملوا الذرة العادية اللي هلأ بلش موسمه. لكن أنا بدل عندي الذرة رح أقصه وزيدوا على السلاد، ومثل ما قلت لكم الصوص يلي هي نفسها يلي استعملناها للنقعة زدت لها بس شوية مي وذاتس ات. وهلا بنروح لعند غادة. يلا إلك غادة. يا بيني بتشهي الوان، اهم شيء الالوان بالصيفيه وهيك نحس انه فريش حتى واحد يقدر ياكل بهالشوبات. نحن بكم مشاهدينا كمان مره بنروح مع بريك اعلاني وبنرجع منتابع، فابدا ما تروحوا لبعيد.